تفضل يا عيسى. أيسر. ها؟ أيسر من السويد. أيسر. أيسر، تفضل يا أيسر. السلام عليكم شيخنا. وعليك السلام. شيخنا ابني استفسار على ورثة أبويا، أبويا مات 2012. نعم. فأخويا إنه حول يعني للقاب وكل الأغراض باسمه يعني تقريبا. فأخذ ما أخذ المشورة يعني هما هو مو هو الوالد. الوالد كان يعطي وكالة للأخ. صح؟ لا. 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 زين فهميني كيف سجل الأملاك، فهميني خطوة خطوة. سجلوا إنه هو كله تزوير وتعقد. زور يعني لص. المحكمة. لص. والله هو اللي حكم على نفسه يكون لص. يعني لا. أبويا ما علم هيك. زين لص. احنا تربيتنا ما كان. ما يخصنا في تربيتك، انت تربيتكم تربيه ملائكيه، هذا الفعل فعل لصوص. صح. علمتي هذا لص. زين وين السؤال الان؟ ايه هو هسه حاليا ياخذ الايجارات كل شيء ما نعرف. والله ارفع عليه قضيه، ارفع عليه قضيه، واذا ما ترفعون تستاهلون. احنا حاليا بيناتنا محاكم. خلاص، بما ان الامر رفع للقضاء فالقضاء يحكم ويعامل هذا كارث. علمتي؟ ويرجع كل درهم أكله بالحرام، هذا الأصل. أما إذا أنتم ما رفعتم عليه قضية فتستاهلون ثلاث أربع يسرقونكم، لأن الإسلام لم يعطيك حق القضاء بأن ترفع قضية على من ظلمك ثم لا ترفع وتقول الله كريم. لا، الله كريم نعم، لكنه في نفس الوقت عادل، لهذا شرع لك قانون. والله العظيم شيخنا مات أنا هاي 8 أشهر أنا ما شايفة أمي وواري من أنا عراقية من السويد. نعم. قايم مقيمة بالسويد، رحت العراق أشوف أمي ما قبل أروح أشوف أمي ما قبل أوصل للباب ورجعت. أنت لك أجر الذهاب والتعب والمشقة لرؤية الوالدة وهو له وزر، قطع الأرحام وسرق الوالد ومنع الإرث وأكل حقوق الناس، يعني الله يكون في عونه. فعلمت اختي؟ فانت اذا طلب اذا سكتي عن حقك، انت ما على فكره السكوت عن حق الارث انت ما تظلم نفسك. يعني مثلا انا عندي اخي والدي بعد عمر طويل اسال الله يبارك في عمره توفاه الله، فجاء اخي اخذ الارث كامل وانا بقول لا حرام، انا لم اظلم نفسي فقط، ظلمت عيالي. صح. علمتي؟ انا ظلمت عيالي لان هذا الحق لي سينتقل لعيالي، فأنا حرمت عيالي بسبب سذاجتي. فالإرث ليس فقط حق لك، حق لمن يأتي من بعدك أيضا. علمت اختي؟ أي صح. وبعدين يعني كل فترة وفترة يحكي علينا بالغلط وبعرضنا وبناموسنا، يحكي يقول فلان شخص كان وياها، فلان شخص كان، إحنا بنات 2 و6 أخوات يعني اختي. مصيرنا صفر اختي. واني تعدت عليه بحكي عن ناموس وشرف. يا اختي اللي ياكل مال حرام توقع منه كل شيء. قال عليه الصلاة والسلام: أيما لحم نبت من السحت، يعني المال الحرام، فالنار أولى به. قال العلماء: كيف؟ قال: لأنه لا يوفق لطاعة، يعمل أعمال أهل النار. نسأل الله العافية. علمت اختي؟ نعم، الله أعلم. نعم. أم نور. السلام عليكم. وعليك السلام، قولي يا أم نور. كيف حالك يا شيخ؟ والله أنا بخير يا أم نور. الحمد لله. الحمد لله. أنا من سوريا. أهلا وسهلا. عايشة هون بالإمارات. مرحبا. فسؤالي هو هلأ الزوجة هي حق أنه تكون بارة بزوجها وبجنبه. إيه. بكل الحالات المادية تبعه. كانت مادة تعبانة أو يعني صعبة مثلا. يعني هل تقسم إذا تركته؟ إذا هو مثلا وقع في ضيق مالي وتقول له خلعني أو طلقني؟ لا 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 مو خلع، هي تتركه لحتى مثلا تروح لبيت أهلها، تسافر لبيت أهلها. والله سؤالك ما هو واضح. يعني أعطيني مثال يعني ما يرضى عليك، أعطيني يعني، لأن أنا ما نمت من أمس فشوي الفيوزات ضاربة، تفضل. الله يقويك يا رب. آمين. يعني هلا هي هلا الوضع المادي لزوجي شوي صعب. بتعرف البيت والحياة صعبة. فأنت تريدين تصير عند أهلك حتى تخفف عنا النفقة. إيه. إذا هو وافق فجزاك الله خيرا، وإذا ما وافق تم يعني ألقي عنده. ما فيها إثم. لا ما فيها إثم إذا هو وافق. هلا
هو بده، بس انا بصراحه انا اللي مو رغبانه بهالشيء. هو عم يقول وغصبا عنه انه انا بدي اياك تروحي لبيت اهلك بس حتى يكون الوضع يتحسن، بس انا مو الافضل اني لا ضل جنبه ولا انا اكون هيك عائق عليه. وربما انت بقائك بجواره يثقل عليه اكثر واكثر من النفقه وكذا، علمتي؟ والاصل هو اراد ان يقتصد لحياه كريمه وليعدل من وضعه. فالان كان يدفع بيت مثلا مع مدارس وكذا في الشهر 10,000 درهم، يقول انا برجعهم مثلا، او بيت ادفع 7,000، لا انا اسكن الان مع الشاب ادفع 1,000 واعين زوجتي واعين كذا. فاذا هذا من باب انه يريد توفير حياه كريمه ولا يخشى عليه الوقوع بالفاحشه، ولا يخشى عليك ايضا ان تقع بالفاحشه، ويبقى على زيارتك يعني كل 5 شهور 4 شهور يرد يذهب يزورك او انت تاتين له كما سأل عمر وحفصة، أما يغيب سنوات الرجل. لا هو بس هو بيقول إنه يعني هاي الغياب رح يكون شهر ولا شهرين فقط مو أكثر، إنه أنا بعدل بوضعي وبرجع. فأنا حابة إني كنت أسأل إنه لا إذا شهر شهرين ابقي بجواري. إذا شهر شهرين ابقي بجواري، ما حد بتعدل الوضع بشهر شهرين، ابقي بجواري. إن شاء الله تعالى. سؤال ثاني بس حتى ما أطيل عليك. أنا بالنسبة لي أنا يعني أنا بعرف نفسي بالتزامي بالصلاة، أنا مالي من النوع، أنا بعرف إنه تارك الصلاة له عذاب. أيه. وله عقاب يوم القيامة. طيب. وإنه بيصلي ببلاد على بلاط جهنم، وهذا اللي بنعرفه موت ما كنا أطفال. أيه. السؤال هو بلاط في الجنة في بلاط؟ يعني على بنار جهنم قصدي. أنت قلتي بلاط ولا إن نار جهنم؟ نار إيه نقولي. فأنا بعرف هذا الشيء موت ما كنا ظننا نحن بيصلي بنار جهنم. زين قول شو السؤال عنه. شو السؤال أعطيني. ايه. السؤال لا أنا اللي أنا كنت يعني بلتزم الحمد لله بالصلاة، بس اللي بيصير فيني والالتزام فترة وبترك. طيب. يعني شو الشيء اللي بيزمني غير إنه أنا بعرف إنه هذا الشيء حرام، بس أنا بصير عني غصبا عني. والله إذا بتحبي ربنا بتصلي. أكيد بحب ربنا، بس أنا الله عز وجل لما اسمعي كلنا فينا جانب تقصير، كلنا بنتأخر عن الصلاة، كلنا فينا جانب تقصير. الله عز وجل يقول وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصلاة كبيرة، ما قال ثقيلة، قال كبيرة إلا على الخاشعين، علمتي؟ والعبد إذا اشتاق لربه سيقف بين يديه في الصلاة، وإذا أردت أن تكلم ربك فصلي، وإذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن، هذه معروفة. فأنت تقولي أنا أصلي وقطع أصلي ابقي حافظي على الصلاة. الله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. مو الجهاد فجر نفسك مثل داعش الله ياخذهم، لا، جهاد النفس أنك تستقيمي على الطاعة، علمتي؟ الله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني إذا شاف الله عز وجل منك جهاد في الصلاة ومقاومة إنك ما تتركيها الله بهديكي. ابن سيرين كان يقول أكثر من 40 سنة وأنا أجاهد نفسي في الصلاة، 40 سنة حتى أصبحت إذا دخلت الصلاة أتمنى أن لا أخرج منها. فالأمر يحتاج مجاهدة. حب الصلاة ما هو ضغطة زر حب الصلاة الله أكبر، لا، مجاهدة، كل شيء في الدنيا مجاهدة، الأكل مجاهدة، علمتي؟ فاصل نرفع أذان المغرب ونعود إليكم.